صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير، وصباح الخير لسالي وفرح. يعني نحن متواجدين معكم ومع بداية هي السنة الجديدة، ما في أحلى من أنه نتواجد بشوارع الشام القديمة هون، يلي أكيد بنقدر بناخد الطاقة وبنقدر بنرصد تفاصيل الحياة بأحلى مشهد. رح نكون اليوم مع أمنيات السوريين وطموحاتهم بعام 2020، وأكيد رح نكون مع كاميرا الإخبارية السورية ونبلش نستطلع الآراء ونرصد الأمنيات. رح نفوت على أول محل. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، صحة وهنا. على قلبك، تفضلي. تسلم يا رب. يعني 2020 كلنا كسوريين عنا طموحات كثيرة وآمال بال 2020. أول شيء، لمين بتحب توجه معايدة، وكيف شايف، كيف يعني حاب، شو حابب تحقق بال 2020؟ نحب نحقق السلام للبلد قبل كل شيء، ويرجع مثل الأول وأحسن الأول. وأكيد منعايد سيادة الرئيس بشار الأسد، بعايد أهلي وإنه يرجعوا لبلدهم، لأنه إن شاء الله بنتمنى إنه يكون أفضل من السابق سنين اللي كانت. على الصعيد الشخصي، شو بتتمنى يصير بال 2020؟ هاي مخبية مفاجأة. إن شاء الله يا رب تحقق كل شيء بدك إياه. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. لمين بتحب توجه معايدة، وكيف يعني شو حابب تحقق بال 2020؟ شو بتتمنى فيها؟ هلا بوجه معايدة لأحبابي وأهلي والعالم كله، إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، وسنة يكون خير يا رب على البلد. ومثل ما قال الشاب، ترجع احسن من قبل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شو حابب احقق بهالسنه؟ حابب احقق شغلات كثير بصراحه، ان شاء الله من نجاح لنجاح يعني بمجال شغلي. وكمان في شغله هيك مخبيه جواتي. ان شاء الله يا رب هيك بتحقق كل امانيك. شكرا كثير وصحه وهنا. طعناكم عن الفطور. يعني بالشام القديمه نحن بنقدر نرصد تفاصيل الحياه الحلوه، تفاصيل السوريه الصبح. يعني دائما مثل ما شايفين، هي الفته والفول، هي الاكلات الطيبه دائما بتكون موجوده على سفرنا الصبح. واكيد رح فوت على محل الحمص والفول، ورح اكون يمكن مع صاحبه محل. مرحبا، صباح الخير. سهلين، صباح الخير. سهل، صباح. شغل تمام الحمد لله، ماشي الحال، نشكر الله. تمام. كيف كانت 2019 عليك، وكيف شو بتتمنى بال 2020؟ والله 2019 سنة ظريفة، يعني بشكل عام على الشام، سنة ظريفة على سوريا، الحمد لله ماشي الحال. إن شاء الله بتكون سنة 2020 أحلى من 2019، كلياتنا بنتمنى لنا ولكم وللبلد وللجميع بإذن الله. ان شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير. وانتي بالف خير، الله يسلمكم، ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. يا رب. شكرا لك. يعني مثل ما كنا عم نشوف انه دائما السنه الجديده بتكون محمله بالاماني والطموحات يلي اكيد حابين نحققها. هون في العائله السوريه موجوده معنا، جايين عشام القديمه. هون فينا اكيد ناخذ طاقه روحانيه. اول شيء، كل عام وانتم بخير وينعاد يا رب. ينعاد عليكم الصحه والسلامه. خبرنا، يعني الامنيات مع عام 2020 بتكون كتيرة، خبرنا شو أمنياتك بال 2020؟ يا عم السلام بالدرجة الأولى، وتضل سوريا بخير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير جميعا. وأنت بألف خير. على الصعيد الشخصي، شو متمني يصير معك؟ والله متمنى نجيب بيت إن شاء الله يا رب. أهم شيء البيت. كمان رح أخذ أحد الآراء. مرحبا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. يعني كانت 2019 مثل ما بيقولوا مرقت بحلوة ومرة، وال 2020 الآمال كبيرة فيها. شو بنتمنى بال 2020؟ نتمنى الخير للجميع، ونتمنى تكون احسن من السنين اللي مرقت، ونتمنى خير بشكل عام. ان شاء الله والسلام. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله يا رب. مرحبا، كل عام وانتم بخير. انت بخير. خبريني شو متمنيه بال 2020؟ انه انجح بصف الخامس وما تشتري العود. تشتري العود ان شاء الله بتنجحي وبعلامات عاليه. تمام. حضرتك والدتك؟ ايوه. تمام. يعني العود لازم يكون على الالف. اكيد اكيد، لكن اذا العلامات كمان ممتازه اكيد. وان شاء الله سوريا بخير، وقائد سوريا بخير، والشعب السوري كله بخير، والسلام يعم ان شاء الله. والحمد لله، الانتصار ما احلى، وانتصرنا الحمد لله. وكل عام وانتم بخير، ونعاد على الجميع بخير. مرحبا، ينعاد عليكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. خبرنا شو امنياتك بال 2020، وكيف كانت 2019 عليكم؟ اكيد امنياتنا بال 2020 انه يسود السلام للانسانيه كلها، ونقول لكل الانسانيه ولكل انسان كل عام وانتم بخير، ينعاد على الجميع بالخير يا رب. وننتهي من موضوع الحروب، وتعود العالم لديارة آمنة،
وما في أحلى من سوريا، والله دمن قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد يضل هالوطن بخير، ونحن الشعب أكيد عايشين رغم الصعوبات بخير وبأمان. كل عام وانتي بخير. وانتي بخير. قلي لي شو بتتمني، شو بدك بال 2020 يصير معك؟ تدوم السلام وتبقى سوريا بخير ان شاء الله يا رب. هيك مع يعني هي الاماني من تم اولادنا الصغار، من تم اطفال سوريا، دائما بتكون الخير عم على سوريا كلياتها. مرحبا، كل عام بخير. اهلا وسهلا. خبرينا لمين بتحبي توجهي امنياتك، وكيف يعني شو طموحاتك بال 2020، شو بتتمني فيها؟ هلا انا السنه الجايه عندي بكالوريا، فبتمنى انه يطلع لي هندسه ديكور، كثير بحبها وبس. ان شاء الله بتمنى الخير لسوريا كمان. اكيد شكرا كثير لك. يعني هي هي يعني كنا عم نحاول نرصد لكم بتفاصيل الحياه الحلوه بالشام القديمه، امنيات كثيره حملها السوريين ل 2020. ان شاء الله يا رب تكون سنه خير وسلام لكل السوريين، وان شاء الله الكل بيحقق امانيه وطموحاته. رح نرجع لعند الصبايا سالي وفرحه اكيد على ونكفي بباقي فقرات صباحنا غير.